السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تلاميذ وتلميذات الصف السادس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم. عودة مع درس جديد من دروس اللغة العربية. درسنا اليوم بعنوان إن وأخواتها. جاهزين نبدأ درسنا؟ يلا بينا. سبق لينا في المرات اللي قبل كده واتكلمنا عن كان وأخواتها، وقلنا إنها عيلة ناصبة، يعني إيه؟ بتنصب الخبر وترفع المبتدأ، وبتخلي المبتدأ اسمه اسم كان، والخبر خبر كان، وبيكون الخبر بتاعها منصوب. إن وأخواتها يا ولاد حروف مش أفعال زي كان وأخواتها. وناسخة، يعني إيه ناسخة؟ ها لو فاكرين، يعني مغيرة تمام، بتغير شكل الجملة، تدخل على الجملة الإسمية. يعني لو في جملة إسمية هي بتبدأ بيها، تمام؟ وبتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، عكس كان. كانت كان بتنصب الخبر، لكن إن بتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وبترفع الخبر ويسمى خبرها. تمام يا ولاد؟ يبقى إن بتنصب المبتدأ وبتسيب الخبر زي ما هو مرفوع، بس يبقى اسمه خبر إن. طب مين أخوات إن؟ عندي إن وأن، كأن، لكن، ليت، لعل. يلا نقولهم مع بعض كده: إن وأن، كأن، لكن، ليت، لعل. خلي بالك من كأن ديت عشان تشبه كان. طالما فيه همزة يا ولاد فوق الألف يبقى اسمها كأن. ده حرف ناسخ مش فعل ناسخ، مش كان، اوعى تتلخبط. تمام؟ إن للتأكيد، أن للتأكيد، كأن للتشبيه، لكن للاستدراك، ليت للتمني، لعل برضو يا ولاد للتمني. تمام؟ طيب تعالوا نشوف أمثلة عشان نفهم القاعدة بتاعت إن كويس. يلا بينا. أول مثال عندي يا ولاد بيقول: ها السماء صافية. جملة اسمية عادية جدا، مفيهاش أي حاجة. تتكون من إيه؟ ها السماء مبتدأ، تمام، مرفوع وعلامة رفع الضمة. صافية خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة. طيب لو دخلت قبل الجملة دي يا ولاد إن أو أحد أخواتها، إيه اللي هيجرى في الجملة؟ تعالوا نشوف. هنقول إن السماء بدل السماء، إن السماء صافية، وست صافية مرفوعة زي ما هي. يبقى إن لما بتدخل على الجملة الإسمية بتخلي المبتدأ بدل ما هو مرفوع بتخليه منصوب. تمام يا ولاد؟ طيب والخبر بيخلوه زي ما هو، بيسيبوه مرفوع بس باسمه خبر ايه؟ إن. تمام؟ طب هنعرف ازاي؟ يلا نشوف. إن حرف ناسخ بيغير يعني شكل الجملة. السماء اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة. صافية خبر إن مرفوع وعلامة رفع الضمة. مثال كمان: كأن الجنود أسود. كأن حرف ناسخ، برافو. ها الجنود مين يعملها؟ اسم كأن، ماله يا ولاد؟ بص كده معايا، منصوب تمام وعلامة نصبه الفتحة. طب أسود خبر كأن مرفوع وعلامة رفع الضمة. تدريب كمان: لعل الامتحان سهل. لعل حرف ناسخ، الامتحان اسم لعل منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ما بقولش بقى مبتدأ، بقول اسم لعل وخلاص. طالما إن وأخواتها دخلوا على الجملة ما بقولش إيه مرفوع في المبتدأ، وما بقول عليه إيه منصوب وعلامة نصبه هنا الفتحة. سهل خبر لعل مرفوع وعلامة رفع الضمة. مثال كمان: ليت السلام شامل. ليت حرف ناسخ، السلام اسم ليت منصوب وعلامة نصبه الفتحة. شامل خبر ليت مرفوع وعلامة رفع الضمة، عادي جدا. مثال كمان: الجو جميل لكن المطر غزير. لكن ده حرف ناسخ، تمام، المطر اسم لكن مرفوع منصوب، تمام، صحيحين، برافو، منصوب وعلامة نصبه
اسم لكن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، غزير خبر لكن ماله يا ولاد مرفوع تمام وعلامة رفعه الضمة. القاعدة بتاعتي بتقول إن وأخواتها حروف ناسخة تدخل على الجملة الإسمية تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. إن للتوكيد، أن للتوكيد، كأن للتشبيه، لكن للاستدراك، بدرك شيء يعني، ليت للتمني، لعل للترجي. خلي بالك بقى من حاجة، ممكن اسم إن يكون لازق فيها. إزاي يعني؟ يكون ضمير مش اسم واضح لازق متصل في الحرف الناسخ ده، زي ما أقولك إنك مهذب، هنقول إن حرف ناسخ، الكاف دي ضمير متصل يعني لازق في الحرف الناسخ بتاعي، هنقول في محل نصب إيه؟ حرف إيه؟ في محل نصب اسم إن، تمام يا ولاد؟ طب ومهذب خبر ها إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة عادي جدا، برضو هنا إنها ماهرة، إن حرف ناسخ، الهاء ديت بتقوم بدور اسم إن وهتكون منصوبة، ماهرة خبر إن مرفوعة. ليتني نشيط، ليت حرف ناسخ، إني ديت يا ولاد اللي هي معناها أنا، ليتني أنا، هنقول ضمير متصل تمام في محل نصب اسم إن، نشيط خبر ليت ها مرفوع وعلامة رفع الضم عادي جدا. طب نشوف تدريبات بقى. تدريب رقم واحد، ادخل حرف ناسخ وغير ما يلزم، ما نحط حرف ناسخ ونظبط الاعراب بتاع الكلمة. المعلم ماهر، يلا نحط حرف ناسخ مع بعض، ان تمام، المعلم ماهر، برافو، عملنا ايه؟ حطينا حرف ناسخ، خلينا المبتدأ بتاعنا بدل ما هو مرفوع خليناه منصوب عشان إن بتنصب المبتدأ، تمام يا ولاد؟ وماهر ما غيرناش في الحركة الإعرابية بتاعتها وخليناها زي ما هي مرفوعة. تدريب كمان، الطبيب بارع، هنقول إن أو علمت أن الطبيب بارع، الطبيبة بدل الطبيب، منصوبة بدل ما هي مرفوعة عشان بدأ قبلها إيه؟ حرف ناسخ، تمام؟ وبارع هي خبر الحرف الناسخ فهتظل مرفوعة زي ما هي. تدريب رقم 2، احذف بقى الحرف الناسخ وغير ما يلزم، إنك ماهر، إنك دي أصلها إيه؟ أنت ماهر، برافو، هنقول له أنت ماهر، شيل إن خالص، لأن ما ينفعش أقول له كماهر، هو قصده أنت ماهر، تمام؟ طيب إني نشيط، هقول إيه؟ شاطرين، أنا نشيط، برافو عليكم. تدريب 3، بين نوع الخبر، قول لي خبر مفرد ولا جملة ولا شبه جملة. لعل التلميذ يجتهد في دروسه، لعل حرف ناسخ، التلميذ اسم لعل، يجتهد ها خبر لعل. طب يجتهد ده يا ولاد فعل ولا اسم؟ فعل، يبقى خبر جملة ايه؟ فعلية، برافو عليكم. طيب علمت ان الصدق نافع لصاحبه، ان ده حرف ناسخ، الصدق اسم ان، نافع خبر ان، تمام برافو عليكم. طب كلمة واحدة، يا مس جهاد يبقى مفرد. طب في ناس هتقول لي يا مس جهاد دول مش كلمة واحدة، ده في نافع لصاحبه، هو هنا في يا ولاد ضمير يربط الكلمتين دول ببعض في رابط في كلبش بتاعي زي ما قلنا؟ لا، يبقى ما اقدرش اقول عليه خبر جمله، هنكتفي بكلمه نافع، ولصاحبه هتتعرب الاعراب بتاعها العادي، اللام حرف جر، صاحبه اسم مجرور عادي جدا. طب يبقى كلمه نافع دي اعربها ايه؟ ها او هقول نوع خبرها ايه؟ خبر مفرد عشان كلمه واحده. كأن البنت قمر، كأن حرف ناسخ، البنت اسم كأن، قمر خبر كأن، كلمه واحده يبقى مفرد. إن الحارس في المصنع، إن حرف ناسخ، الحارس اسم إن، في حرف جر، المصنع اسم مجرور، فين الخبر بتاعي؟ في المصنع على بعضها. طب ده خبر إيه؟ بيكون من حرف جر واسم مجرور، يبقى اسمه إيه؟ برافو، خبر شبه جملة، لا هو جملة ولا هو مفرد.
تدريب رقم 4، اعرب ما تحته خط. إن الصديقين متعاونان. إن حرف ناسخ. الصديقين اسم إن منصوب، هنصب بإيه؟ ياء ونون، أنصب بالياء عشان كلمة مثنى، هنصب بالياء. برافو عليكم. طب متعاونان، خبر إن مرفوع، في المثنى برفع بإيه؟ تمام، بالألف. يبقى أقول له خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الألف. اللي بعده، لعل الطالبات متعاونات. لعل حرف ناسخ، يبقى اللي جنبه هيكون منصوب. خلي بالك جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، اوعى تنسى دي. يبقى الطالبات اسم لعل منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. متعاونات، خبر لعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. بكده نكون انتهينا من درس إن وأخواتها. أتمنى تكونوا فهمتوا الدرس، وإلى اللقاء مع درس جديد إن شاء الله.